بداية سيد حمزة جاب الله، أنتم المنسق العام لمنتدى الاقتصاد الثقافي هنا في الجزائر، ضعنا في فكرة هذا المنتدى. المنتدى الاقتصاد الثقافي في الحقيقة هو عمل نتاج عمل دائم لوزارة الثقافة منذ تولي السيدة وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة مليكة بن دودة توليها حقيبة وزارة الثقافة، بادرت بإطلاق مجموعة من الورشات المتعلقة بإصلاح المنظومات في مجالات الفنون والثقافة مثل المسرح وسوق الفن والتراث والكتاب. ومنتدى الاقتصاد الثقافي هو من أحد مخرجات وأحد الآليات التي طرحتها لجنة سوق الفن بإشراف السيدة الوزيرة طبعا، والآن نصل إلى تحقيق هذه الآلية إن شاء الله. سيعتبر منتدى الاقتصاد الثقافي ليس فقط حدثا ثقافيا واقتصاديا يضم جميع الفاعلين في مجال الاقتصاد والثقافة، ولكن هو أيضا آلية حقيقية ستتجسد أيام 3-4-5 إن شاء الله أفريل بحول الله بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، أين سيقع الحدث، يقع يعني تتوقع التظاهرة منتدى الاقتصاد الثقافي، وسيكون القاعدة والانطلاقة إلى تجسيد الاستراتيجية الجديدة والرؤية الجديدة التي اشتغلت عليها وزارة الثقافة والفنون طيلة هذه السنة الفائتة. سيكون منتدى الاقتصاد الثقافي بمثابة أيضا الإعلان الرسمي عن البدء في إطلاق وتجسيد المشاريع الثقافية الاقتصادية واحتضان جميع الفاعلين من شركات ناشئة، مؤسسات مصغرة، رجال أعمال، أرباب عمل، أصحاب الرأس المال، كل من يهمه الأمر في الاستثمار في مجال الثقافة والفنون. جميل. ما هي من على ذكر المعنيين بالمشاركة في هذا المنتدى الاقتصادي الثقافي هنا في الجزائر؟ من هم المعنيون؟ على أي أساس يتم انتقاء المعنيين في للمشاركة في هذا المنتدى؟ أولا تركني أفصل يعني محاور المنتدى. جميل. المنتدى يضم ثلاث محاور مهمة جدا. المحور الأول الأساسي هو الملتقى الذي يحتضنه المنتدى، وهو ملتقى علمي يكون فيه العديد من الخبراء في مجال الثقافة والاقتصاد على السواء، ليقدموا مقترحاتهم وتصوراتهم وتدخلاتهم فيما يخص الانتقال بالثقافة من الرؤية الكلاسيكية القديمة الاعتماد على الريع إلى الانتقال إلى رؤية اقتصادية حقيقية قوية تكون الثقافة مساهمة بدور أساسي في المدخول الوطني وفي التنمية المستدامة. المحور الثاني سيكون عبارة عن معرض خاص للشركات الناشئة وللمؤسسات المصغرة ولأيضا بعض الفنانين الذين أثبتوا نجاعة تجاربهم في مجال الاستثمار الثقافي، سواء في المسرح الخاص، سواء في المسرح الحر أيضا، سواء في التراث، سواء في الاستغلال للموروث الثقافي بشتى أشكاله وأنواعه إلى غير ذلك. والمحور الثالث للملتقى هو أيضا يمثل الورشات التي يتم من خلالها بلورة كل ما هو وما يأتي به الملتقى العلمي، كل ما يأتي به الخبراء والمتدخلين في مجال الاقتصاد والثقافة، ويكون في الورشة الجانب التطبيقي والجانب العملي والفعلي لإرساء تلك الرؤية وذلك الاستشراف الذي يفتح لنا المجال للاستثمار في مجال الثقافة. نعود إلى المشاركين وكيف يتم انتقائهم.
المشاركين هو كان خاصة في مجال أو في محور الملتقى العلمي بالنسبة للمتدخلين والخبراء، هم كلهم قامات وطنية جزائرية، وهناك أيضا تدخل من الخارج، أيضا تدخلين من الخارج عن طريق تقنية التحاضر عن بعد بسبب الظروف كما يعلم الجميع. والمقاييس في الاختيار هو كان العمل دائما بالتنسيق المباشر مع المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي رافق هذا المنتدى منذ فكرته الأولى، منذ النواة، منذ أن تبنت السيدة الوزيرة وأعطت الخطوط العريضة فيما يخص منتدى الاقتصاد الثقافي وما سيسفر عنه، وجندت كل إطارات الوزارة وكل الفاعلين الحقيقيين في هذا المجال لإنجاح هذا الحدث، باعتباره ليس فقط تظاهرة ثقافية ولكن باعتباره آلية حقيقية وقاعدة نبني من خلالها أعمدة هذه الاستراتيجية وننطلق بالاستثمار الثقافي. المقاييس هي الكفاءة أولا، أكيد الكناس المجلس وجهنا إلى مجموعة من الخبراء خاصة في مجال الاقتصاد والمختصين والمهتمين بالشأن الثقافي. المشاركات بالنسبة للمعرض الذي هو سيكون مفتوح وبشكل يعني جديد أيضا ليس بالتقليدي، هم عبارة عن الشباب الطامح، أصحاب المشاريع، أصحاب الأفكار، أيضا الشباب الذين جسدوا مشاريع وفي كثير من الأحيان ممكن لا نقول أنهم فشلوا ولكن تعثروا نوعا ما. فهذه الفرصة إذن لإعادة بعث هذه المشاريع وإطلاق أيضا مشاريع جديدة، وكان التسجيل عن طريق إعلان مفتوح لكل الشباب الجزائري عبر كل ولايات الوطن، وجات الاستمارات وجات المشاركات. يشار إلي ولأن الأولوية للحدث نربط الآن أو ينضم إلينا مباشرة زميل شمس الدين عسي من قصر المؤتمرات، وحديث عن افتتاح الجلسات الوطنية حول الاقتصاد المعرفة التي تنظمها الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. صباح الخير شمس الدين. صباح الخير مبارك، أهلا بك أنت الآن من قصر المؤتمرات. لازلنا متواصلون معكم عبر برنامجكم شروق مورنينغ، وعودة إلى الفسحة الثقافية مع السيد حمزة جبر الله إطار سامي بوزارة الثقافة والفنون المنسق العام لمنتدى الاقتصاد الثقافي. كنا نتحدث عن هذا المنتدى الذي سيحتضنه المركز الدولي للمؤتمرات أيام 3 و4 و5 أفريل 2021، تحدثنا عن المحاور وتحدثنا عن كيفية انتقاء، كنا نتحدث عن كيفية انتقاء المشاركين والمعنيين بحضور هذا الملتقى. كما سبق وذكرت أنه الاختيار كان بالتنسيق مع المجلس، أكرر فيما يخص الخبراء. وبالنسبة للمشاركة للشباب المؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة وأصحاب المال أيضا المهتمين بالاستثمار في الثقافة، كان عن طريق إعلان مفتوح لكل من يهمه الأمر ولكل من لديه استعدادات للاستثمار في قطاع الثقافة والفنون. نعم، على غير العادة سيد حمزة جبر الله أن يتم فتح المجال لرجال المال، لأنه كثيرا ما عندما يتحدث المثقفون هنا في الجزائر عن قطيعة ربما أو فاصل بين الثقافة والاقتصاد، ما الذي في نظركم يجعل رجال المال أو المستثمرين يجعلهم عازفين عن الاستثمار في المجال الثقافي؟ هل لأن المجال الثقافي في الجزائر غير منتج؟ لا، بالعكس
أظن أنه لا أستطيع أن أتكلم في بدل رجال الأعمال في مكانهم، لأنه لو تتكلم مع رجال الأعمال يعطوك العديد من الأسباب، وأسباب موضوعية وأسباب منطقية، منها أيضا أهمها المناخ الاستثمار بصفة عامة في مجال الثقافة، ليس الثقافة فقط، كل المجالات وخاصة في مجال الثقافة. وهذا اعتراف من السيد رئيس الجمهورية يعني شخصيا أنه اعترف بهذه الاختلالات وبهذا المناخ. وانظر اليوم الصدفة أنه نلاحظ جلسات وطنية لاقتصاد المعرفة، يعني شيء جميل جدا على أنه كل هياكل الدولة، كل مؤسساتها انطلاقا من هرم السلطة سيد الرئيس إلى غاية أبسط موظف في أي إدارة، انخرط في هذه العقلية، في هذه الذهنية، ذهنية اقتصاد المعرفة، مساعدة، فتح المجال للرأس المال، فتح المجال لأرباب العمل، للمؤسسات الناشئة. الإشكال في مجال الثقافة طالما كان العزوف من الغير، الثقافة دائما مكان قطاع الثقافة حاضر في كل الحياة اليومية وفي نمط معيشة المواطن الجزائري، مهما كانت مراتبه، مهما كانت توجهاته، مهما كان موقعه. إذن فالإشكال هو من الآخر، فنتفهم نحن رجال الأعمال في قطاع الثقافة، نتفهم أنهم يعني يغامر، يقول لك كيف أنا نغامر بالاستثمارات في مجال الثقافة، ومجال الثقافة لا أظنه مربحا. ولكن هذه هي المغالطة أو الشيء الخاطئ، وهذه من أهم أهداف إطلاق السيدة الوزيرة لورشات إصلاح تحدد وتشخص كل العوائق والمسببات للعزوف وللركود الثقافي وإلى غير ذلك، وإلى التراكمات الموجودة. وأيضا هذا المنتدى هو فرصة للتعريف بكل مقدرات الثقافة وما تملكه وزارة الثقافة وتملكه الجزائر من موروث ثقافي كبير جدا. على سبيل الذكر يعني، ومثال بسيط جدا، أنه 41% أكثر من 41% من المساحة الإجمالية للجزائر هي عبارة عن قطاع محفوظ، من التاسيلي إلى كل الهجار، إلى كل يعني القطاعات المحفوظة، المعالم الأثرية، الأضرحة، الزوايا، إلى وهي كلها في الحقيقة هي كلها إمكانيات أو قيمة تؤدي بنا إلى الاستثمار وإلى الدخل وإلى المساهمة في المدخول الوطني. نعم سيد جاب الله، لكن الواقع يعني ما قلته هو واقع يعني أعرفه أنا وتعرفه أنت ويعرفه الكثير من السادة المشاهدين، لكن في الجهة المقابلة الواقع يقول أن الإنتاج الثقافي في الجزائر هو بعيد، ربما بعيد على الأقل في دول الجوار، مقارنة في دول الجوار ما عندناش إنتاج ثقافي يتكئ على ما عندناش يعني مستثمرين يؤمنون بالقطاع الثقافي كقطاع مدر ومنتج. في نظرك لماذا يعني؟ صحيح، هنا أريد أن أؤكد على شيء مهم جدا. لو نتكلم على مفهوم الإنتاج أو على نقطة الإنتاج الثقافي والإنتاج الفني بصفة عامة، فنعطيك مثال مثل ما قدمت أنت الجوار على الأقل، وهذا على الطلاع وعلى يعني في الميدان الفني، أن الجوار يضرب المثل بنا في سنوات سابقة في كمية الإنتاج وحجم الإنتاج. لأن الدولة، فقط أريد أن أوضح هذه الفكرة، لأن الدولة في مرحلة ما قدمت دعم كبير للثقافة من حيث الإنتاج، من حيث الفعاليات، من حيث التظاهرات، من حيث المهرجانات، تفوق بكثير 3 أضعاف العدد في كثير من الأحيان بمقارنة بدول الجوار. الإشكال أين؟ الإشكال أنه في الجزائر لابد أن نذهب إلى عقلية التثمين، أن نثمن هذه الإنتاجات.
أن نرتقي الآن إلى الجانب الجمالي، إلى الجانب ما نقدمه أن يكون في متطلعات مواطنينا، في متطلعات الجمهور، وفي متطلعات الآن أصبحت المقاربة مقاربة اقتصادية. إذن فما يقابل الإنتاج هو المستهلك. نعم. الآن تغير مفهوم الجمهور، أصبح إلى مفهوم مستهلك، وهنا حلقة مفقودة جدا. فثقافة الاستهلاك ثقافة الاستهلاك الثقافي هي ثقافة غائبة لدينا كلنا كمواطنين. نعم. لا نستطيع نحن كجزائريين أن نستهلك الثقافة، فالثقافة تربينا عليها على أنها دائما شيء بالمجان، شيء نعم. شيء يعتمد على الريع، وهذا ما قصدته. وأنا أتفق معك تمام الاتفاق. نعم. إذن فالخطوات هنا من خلال المنتدى أن ننتقل إلى تثمين هذه كل ما هو موجود، ونصحح ما أخطأنا وما أخفقنا فيه. نعم. فإذا تكلمنا عن الإنتاج، فنحن في الإنتاج قدمت الدولة أشياء كثيرة، لكن الآن لا تستطيع وزارة الثقافة أو الدولة الجزائرية أو الخزينة العمومية أن تتكفل بالنسبة الإجمالية. نعم. للإنتاجات الثقافية. إذن فهنا دور المواطن ودور رجل الأعمال ودور الحركة الجمعوية ودور المجتمع المدني ودور المثقف أيضا. نعم. أنه حتى المثقف يستعد الآن إلى عقلية أنه يبادر بالمساهمة. نعم. وبالاستثمار في إنتاجاته، ثم نحقق معادلة غائبة تشتغل عليها وزارة الثقافة، هي أن نركز جهودنا على التوزيع والتسويق. نعم. لذلك نستطيع أن ننشر الثقافة وننشرها ونوفر البيئة والجو الذي يسمح إلى خلق سوق حقيقية. نعم. أن تطغى يعني عقلية البايلك عند المثقف وعند المستهلك للمنتوج الثقافي، هذا يعني أن ربما أن الوصاية وزارة الثقافة بالخصوص أو قطاعات أخرى هي معنية بجهود أخرى لابد أن تبذل من أجل أن يتخلى المثقف عن عقلية البايلك التي تجعله دوما يمد يده لوزارة الثقافة من أجل إنتاج سينمائي مسرحي فني وحتى إصدارات كتب أو ما إلى ذلك. شفنا سنة 2007 الجزائر عاصمة الثقافة العربية، قسنطينة عاصمة الثقافة الإسلامية وغيرها. فيه جهود كبيرة من الدولة، فيه أموال باهظة قدمتها وزارة الثقافة من أجل الإنتاج الثقافي، لكن في الجهة المقابلة على المثقف عليه أن لا يبقى رهنا يعني مد يده في كل مرة إلى وزارة الثقافة في كل مرة، لأن تمده بالمال مقابل أن ينتج منتوجا ثقافيا ما. حقيقي، لكن الإشكال هنا ليس فقط في المثقف، يعني من خلال دوره في المجتمع أنه مثقف، ولكن الإشكالية هي إشكالية مواطنة، هي إشكالية مواطن جزائري. فكلنا نعرف أنه تكلمنا الآن قبل قليل على إشكالية العزوف عن الاستهلاك أو ثقافة الاستهلاك الثقافي، فهي غائبة تماما. فإذا كان هذا المثقف هو انعكاس للمجتمع، هو انعكاس لمجتمعه، وهو يعكس أيضا سلوكيات وتصرفات وحالة مجتمع، إذن فهي حالة عامة. فإذا كان المثقف يعتمد على الريع وهذا خطأ أيضا، فهو أيضا لا يجد مجالا لتسويق أعماله فإذا استثمر، فهذه إشكالية حقيقية لابد أن نكون واقعيين. وهنا لست بصدد دفاع عن الفنان. نعم. ولكن في بصدد تشخيص حالة التي نشتغل عليها على مستوى وزارة الثقافة، ونشتغل عليها على عدة أصعدة، على عدة محاور تتقاطع مع أصدقائنا أو زملائنا في القطاعات الوزارية والدوائر الحكومية الأخرى، مثلا التربية الوطنية اللي هي محور أساسي. نعم. نعم. في تكريس وترسيخ ثقافة الاستهلاك الثقافي. فلازم الآن حان الوقت أن نبدأ مع الجيل الجديد، أن نبدأ مع الناشئة، أن نبدأ مع أطفالنا غرس هذه الثقافة، غرس حب الفنون، حب الثقافة، حب الهوية الوطنية من خلال انتمائنا
وتنوعنا الثقافي الذي نعتز به ونفتخر به. نعم. لذلك نصل فيما بعد لنصل إلى عملية تكريس الاستهلاك الثقافي، فيصبح هو سلوك حياتي للمواطن ونمط معيشي له لا يستطيع أن يستغنى عليه. نلاحظ أنه الكثير من المواطنين يعني لا يبخلون عن أنفسهم في التبضع، الشراء، في اقتناء أشياء في كثير من الأحيان ثانوية. فهذه ثقافة الجزائري، كما نقولوها بالدرجة، الجزائري فحشوش. نعم. إذن فالآن لازم نحولوا هذا المصطلح إلى أيضا في الثقافة. الجزائري يستطيع أنه أن يشتري منتوج مستورد من الخارج عبارة عن قطعة بلاستيكية ديكور تزييني بسيطة جدا ويشريها بمبلغ معتبر، بنفس المبلغ لا ليس لديه ثقافة أنه يشتري طوال لوحة تشكيلية أوريجينال أصلية لفنان تشكيلي. إذن هنا الإشكال. نحن نشتغل على هذا، ليس المسؤول عنه وزارة الثقافة كدولة وكقطاع حكومي، والفنان كمثقف وفاعل، والمواطن كمستهلك وجمهور. إذن فهذه العملية تشمل حلقات، تشمل هذه الركائز الثلاثة. نعم. تحدثت عن ورشات مفتوحة أو اتصالات بين الفينة والأخرى مع القطاعات الوزارية الأخرى، ألا تعتقد أن هناك ربما حد فاصل بخصوص بين السياحة، قطاع السياحة والقطاع الثقافة؟ يعني يمكن أن يكون قطاع الثقافة مرتكزا للترويج للسياحة من خلال هكذا منتديات، منتدى الاقتصاد الثقافي ونحوه. أكيد. أنا أعتبر الثقافة والسياحة هم وجهين لعملة واحدة. نعم. فلا نستطيع أن نروج لثقافة دون أن نروج للسياحة، والعكس أيضا صحيح. وبالمناسبة فكان هناك اشتغال وتحيين الاتفاقية مع كانت أمضيت في سنة 2015، فالآن أثريت وهي تحين مع وزارة السياحة، والذي نعتبره شريك حقيقي وقوي وزارة السياحة. كما أعيد كما ذكرت 41% هي قطاع محفوظ، هي مساحة 41% من مساحة الجزائر هي كلها معالم وحظائر أثرية وتراث إلى غير ذلك، فهي أيضا مناطق ومواقع سياحية بالمصطلح السياحي أو بالخطاب السياحي. إذن فنحن نتقاطع ونشترك في الكثير من الأشياء، ولا نستطيع أن نبني ثقافة قوية دون سياحة قوية، ولا نستطيع أن نبني سياحة قوية دون ثقافة قوية. والثقافة هي مسؤولية للجميع. دائما ما نتبنى ونرفع هذا الشعار في وزارة الثقافة، الآن ندافع على هذا الشعار بقوة. الثقافة هي مسؤوليتنا جميعا، هي مسؤولية كل المجتمع الجزائري، كل الفعاليات، كل الحساسيات، كل من يهمه أمر الوطن وأمر الاقتصاد الوطني، فالثقافة هي مهمته. لذلك فالثقافة هي على تماس كبير جدا ومباشر. نعم. مع الجميع. جميل جميل. أذكر عندما كنا صغارا كانت وزارة الثقافة كانت يعني كانت هناك مجهودات لمسناها ونحن صغار، وأنا ابن منطقة في الجنوب الجزائري، في أقصى الجنوب الجزائري، كنا من بين الفينة والأخرى في المناسبات مثلا الوطنية في الدينية كانت هناك ما يعرف بالسينما، كانت هناك عرض أفلام تاريخية، أفلام دينية. هذه خلينا نقول باللي العادات البائدة لماذا تم الاستغناء عنها الآن، وهي بحق من شأنها أن تروج للمنتوج الثقافي، ومن شأنها أن تكسب الصغار على الأقل ثقافة استهلاك المنتوج الثقافي؟ خلي نكون صريح معك. نعم. نحن تقريبا من جيل واحد. نعم. وتقريبا يعني نفس الأجواء. نعم. ونفس نفس العيشة يعني عشناها مع بعض. نعم. شوف صديقي، في سنوات سابقة وفي عقود سابقة الفعل الثقافي كان مهمة المجتمع المدني. من كان الذي، أنا أتذكر وأنا طفل صغير ولا أتذكرها جيدا
صورة، ولكن أتذكرها بالنقل. نعم. بالسماع. نعم. عمي رحمة الله عليه ربي كان أول من في المنطقة في مدينتي، مدينة اللواط، هو أول من دار العروض السينمائية في الحائط. نعم. هذه يعني نتكلم لك الحائط. نعم. نتكلم لك في أواخر الستينات، يعني بداية السبعينات. إذن فكانت كان المواطن الجزائري، كان الفرد الجزائري، كانت كان المجتمع المجتمع المدني هو من يقوم بالفعل الثقافي وهو من يروج له. هنا ليس ذريعة لأن تتخلى الدولة، لا، الدولة واضحة، الثقافة حق دستوري ومكفول لكل مواطن في الدستور أن له الحق في الثقافة، والدعم الدولة للثقافة هذا لا أحد لا غبار عليه. لا أحد يتكلم عنه. ولكن هناك أشياء معينة تدعمها الدولة في الفن، تحافظ عليها، ما 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 يمد وما له امتداد بالبعد الحضاري وبعد الثقافي للمجتمع الجزائري وللموروث الثقافي الموجود لدينا سواء المادي أو اللامادي، مثلا حماية التراث، تصنيف التراث، الموروث اللامادي الشفوي خاصة والمنقول والمكتوب إلى غير ذلك، فهي كل هذه تعتبر تاريخنا، تعتبر حضارتنا، رصيدنا، هذا مسؤولية الدولة. لكن الفعل الثقافي في فعله المفتوح الواسع وفي في 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 مجاله مع التلاقح مع الآخر ومع العالم، فهنا المجتمع هو من المواطن والفنان والفاعل، فهي جدلية. لذلك والمواطن لماذا تخلى الجزائري؟ نتكلم يعني بمفهوم الجزائري ومفهوم المواطن والذي نشترك فيه جميعا، مسؤول أو بسيط أو خباز أو بطال، الكل الكل نتشارك في هذا المفهوم، مفهوم مواطن وجزائري. إذن فهذا التخلي كان لأسباب عديدة نعرفها، لأزمات مرت بها الجزائر، لنكسات، لنكبات، لعشريات لا أعادها الله علينا، فكانت الثقافة هي الضحية الكبيرة والضحية الأساسية. نحاول الآن أن لا نبكي على الأطلال، ولكن الآن نشتغل في إطار رؤى جديدة. نعم. في إطار استشراف. نعم. في إطار أيضا متابعة كل مساعي الدولة الآن والنظرة الجديدة للسيد الرئيس والسيد وزير الثقافة للانتقال حقيقة. نعم. إلى اقتصاد ثقافي قوي يدعم المدخول. نعم، وهذا لا يمكن لأحد أن متابع أن ينكره على الأقل. في الآونة الأخيرة، في السنوات الأخيرة، يعني وزارة الثقافة دعمت العديد من الأفلام، خليني أقول التاريخية بالخصوص، من أجل أن ترى النور، بعضها رأى النور وأسال الحبر الكثير من رجال الصحافة على الأقل. أما ونحن نتحدث الآن عن الاقتصاد الثقافي، خليني أطرح لك سؤال بخصوص هذه الأفلام، هل في عوائد أنتم كوزارة الثقافة وكإطار سامي بوزارة الثقافة ومنسق عام لمنتدى الاقتصاد الثقافي، هل فيه عوائد مالية أو عائدات مالية بعد أن ضخت وزارة الثقافة العديد من الملايير لإنتاج هذه الأفلام التاريخية بالأساس؟ ويكون العائدات المالية موجودة، لكن ما نقدرش نقول عليها عائد مالي مقارنة بحجم التمويل وحجم الميزانية التي صرفت في الفيلم وما كان هو ما يقابله من مدخول، فنقدر نقول شبه منعدمة. ولكن هنا أيضا هناك مسببات وهناك إشكال يتمثل في شبكة قاعات السينما اللي هو مشكل أرق وزارة الثقافة كثيرا، وهذا ما سنتحدث وأرق السينمائيين وأرق كل، وهنا في المنتدى خصصنا محور خاص للصناعة السينماتوغرافية عن طريق ممارسين وخبراء ومنتجين ومخرجين في الحقل السينمائي. جميل. سيكون النقاش مفتوح بكل شفافية، نتحمل المسؤوليات مع بعضنا البعض، ولأنه لما نقول أنه وزارة الثقافة أخفقت في سنوات ما أو مؤسسات الدولة أخفقت، هذا واقع حقيقة. نعم.
أيضا بالمقابل هناك مجموعة من الفاعلين الذين لم يكونوا في المستوى والذين كان لهم فقط تحصيل الميزانيات من طرف وزارة الثقافة دون أنهم يفكروا في استثمار حقيقي، دون أنهم يفكروا في إيرادات وعائدات لهذا العمل، دون السعي والمساعدة في إيجاد الحلول. إذن الآن لا نحمل المسؤولية يعني من طرف الآخر. الآن اتفقنا من خلال هذا المنتدى على أن يكون أرضية تشاورية، أرضية حوار، أرضية توافق، لنبني ونؤسس إلى ميكانيزمات حقيقية ونجسد عمليا، لا نبقى أنه نتكلم في المجال النظري فقط، لدينا ولدينا ولدينا، ولكن لا، الآن سننطلق وسيكون إن شاء الله مفاجآت في المنتدى. جميل. من خلال إطلاق العديد، ستكون الحصرية للسيدة الوزيرة هي اللي تعلن عن بعض المشاريع وبعض جميل. التوجهات وبعض الأشياء التي تخدم بما فيها. الآن نشتغل وزارة الثقافة على دفتر الشروط الذي سيكون إن شاء الله في المنتدى حاضرا. جميل. لاستغلال قاعة السينما. نعم. التي الآن هناك لجنة ثنائية بين وزارة الداخلية ووزارة الثقافة تشتغل على حل هذه المشكلة، حل مشكلة الفضاءات وقاعات السينما. نعم. التي هي الحلقة الأساسية والمهمة في عملية التوزيع. هنا نحقق ما يسمى بالعائدات وبالإيرادات. نعم. ونصطف إلى مفهوم البوكس أوفيس. نعم. نعم نعم، لأنه هذا ما كنت أريد أن أختم به. يعني في الحقيقة جرت العادة مثلا كي تشوف أفلام في الغرب أو ما إلى ذلك، تلقى الترويج للعمل الفني، العمل الإنتاج السينمائي، الترويج في على المنصات الإلكترونية، على منصات التواصل الاجتماعي، على التلفزيونات العمومية والخاصة. يعني في حلقة مترابطة مع بعضها، من الوزارة، من المثقف، من المجتمع المدني، وصولا إلى دور السينما. في الواقع هذه الأفلام والمنتجات الثقافية التي تحدثنا عليها قبل قليل، لابد من حل مشكل دور السينما ومسألة العروض وقلتها. أنت بصفتك إطار في وزارة الثقافة، في نظرك يعني أكيد تصلكم كتابات شكاوي بين الفينة والأخرى من أطراف بهذا الخصوص، بخصوص دور السينما، أين يكمن الخلل تحديدا؟ لا، هناك العديد من الأسباب، يعني من بينها أنه وزارة الثقافة لا تتحمل المسؤولية، نكون صراحة، لأنه في حظيرة القاعات السينما. نعم. النسبة الكبيرة الموجودة ليست تابعة لقطاع الثقافة، ولا نستطيع أن نتحكم فيها ولا نستطيع أن نستغلها وأن نسير. نحن نشتغل على هذا الملف مع وزارة الداخلية، والزملاء في وزارة الداخلية بدوا كل استعداد مع الجماعات المحلية على أنهم يعني يكون الانفتاح. وإحنا وزارة الثقافة الآن تغيرت النظرة، وزارة الثقافة لا تطلب قاعات السينما الآن نطلب أن ننظم هذه المهنة، مهنة السينما، وأن نفتح المجال لكل المستثمرين، لكل المنتجين، لكل المخرجين، ولكل الفنانين للاستثمار في قاعات السينما، الاستثمار في استغلال قاعات السينما. الآن دفتر الشروط موجود، وعلى فكرة دفتر الشروط هو قرار موجود منذ 2013. نعم. ولم يعني تستغل هذه الوثيقة. الآن أسدت السيدة الوزيرة التعليمات للمصالح المختصة على أن يبدأ العمل بدفتر الشروط وتحيين بعض البنود الموجودة فيه الآن في الرتوشات الأخيرة، المصلحة المعنية بهذا الشأن، وسيقدم إن شاء الله كما قلت في المنتدى للمهتمين في هذا الشأن، أنه وفق دفتر الشروط. جميل. يستغل القاعة، وبالأكيد وزارة الثقافة ستكون مرافقة لهم في هذا المسعى. هناك التزامات. نعم. هناك واجبات،
وهناك أيضا الجانب الربحي والتجاري. جميل. المضمون للفنان والمنتج والمستثمر. لكن يعني هذا الإنتاج ربما بقدر ما هو مهم أنه دفتر الشروط يكون فيه دفاتر شروط توضح عمل استغلال، خلينا نقول استغلال دور السينما وما إلى ذلك. بالجهة المقابلة فيه مسؤولية أخلاقية يعني عند هؤلاء، يعني تقع عند هؤلاء المستغلين لدور السينما أو دور العرض وما إلى ذلك، التزامها بربما خطوط حمراء بثوابت وما إلى ذلك، حتى لا ندخل في مسألة أنه دور السينما يعني تروج لما تريد وما إلى ذلك. لا، واضح كل شيء. احنا اولا كجزائريين وكمواطنين توجهنا وقدوتنا هو الدستور الجزائري. الدستور الجزائري واضح في مقوماته وواضح في ثوابته. الثوابت عند المجتمع الجزائري لا غبار عليها. الجزائري يعرف اين هي حدوده واين تبدا واين تنتهي. الان الفنان ايضا له شطحات، الفنان له رؤى كثيره، له اشياء، ولا اظن انه هناك في هذا المجال. وعلى فكرة أنه عمر الدولة الجزائرية لا قامت بالرقابة أو قامت يعني لاسونسور أو القص أو هذا يعني قطعا. وهناك الكثير من الأسماء اللامعون الفنانين وفي هذا الحقل يؤكدون هذا الكلام. فالمسؤولية الأخلاقية ليست فقط في الفن، فهذا المجتمع نجد فيه يعني دائما عينات وهي قليلة جدا. فممكن يعني رايح نتصادف في المستقبل وتبقى هذه الممارسات، سواء كان فنان أو سواء كان مواطن عادي في أي مجال وفي أي قطاع، فهي تبقى لتركيبة الشخص وتبقى لعقليته وذهنياته. فهذه أشياء يعني استثنائية لا نقيس عليها. ولكن فناننا الجزائري دائما ما رفع الراية، وليس بمفهوم الالتزام يعني أنه نغلق، لا بالعكس، هو ملتزم بالثوابت، ملتزم بالثوابت بالقيم. بالعكس، هو الحصن المنيع، هو المدافع. جميل. يعني لما الجزائر تعيش أزمات اقتصادية وأزمات على الحدود وأزمات تهديدات أمنية، فنجد دائما ما في الخطوط الأمامية هو المثقف والصحفي، يعني ها هم الأوائل. جميل. جميل. السيد حمزة جاب الله، فيما تبقى من عمر الفقرة من دقائق، لا بأس أن نعرج على الورشات المفتوحة داخل وزارة الثقافة، وما مدى إشراك المختصين والمعنيين في هذه الورشات. تحدثنا قبل قليل عن دفاتر الشروط مثلا، ما مدى إشراك المختصين فيها، في المختصين و يعني ذوي الأمر، يعني نتحدث عن دور السينما. ما مدى مثلا إدراج سينمائيين مسرحيين في هذه الورشات، حتى لا تكون دفاتر الشروط محل انتقادات ونرجع إلى الحلقة مفرغة. لا، هم موجود. بالعكس، من يؤطر هذه الورشات هم مختصين في كل مجالاتهم. مثلا ورشة الصناعة السينماتوغرافية، فكلهم سينمائيين وكلهم أسماء وكلهم خبراء وكلهم كفاءات، مع مجموعة من المبتدئين، مجموعة من الشركات الناشئة ومن الشباب المهتمين بهذا المجال، الصناعة السينماتوغرافية. هناك أيضا المقاولات الفنية وآليات إنشاء المؤسسات الناشئة والمصغرة التي تشرف عليها الوزارة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة من خلال ممثلها الذي إطار من هذه الوزارة، وهو يشرف لكي يوضح كل هذه الآليات والميكانيزمات وكل هذا الجهد. جميل. الذي تقوم به هذه الوزارة المنتدبة. بالدفع بالمؤسسات الناشئة والشركات المصغرة إلى غير ذلك. فإذن هم مختصين من يؤطرون. هناك
هناك ورشه لاليات تمويل الاستثمارات الثقافيه التي تفتح المجالات والافق للمستثمرين وارباب العمل، ولما لا الشباب والفنانين ايضا المهتمين في هذا المجال والاستثمار فيه. يؤطرها ايضا تؤطرها وزاره الصناعه، مسؤول على مسؤول سامي بوزاره الصناعه الذي مكلف بهذا الملف على مستوى قطاعه الوزاره والى غير ذلك. وهناك ايضا ورشه الامكنه والفضاءات الثقافيه والفنيه، وهذا الذي يؤطره مجموعه من الفنانين الذين لديهم تجارب في انشاء مسارح حرة ومسارح خاصة ومؤسسات استثمار في قطاع الثقافة، ويتشارك معهم كل الشباب. في السؤال الأخير، يعني منذ تولي الدكتورة بندودة يعني منصب وزيرة الثقافة والفنون، فيه كثير من الورشات المفتوحة وهو جهد لابد أن يثمن، لكن السؤال الذي أطرحه أنا والكثير من المتابعين للشأن الثقافي، متى تغلق هذه الورشات المفتوحة؟ هو كل ورشة على حسب يعني مخرجاتها، على حسب تصوراتها. نعم. الآن غدا إن شاء الله سيكون تسليم الوثيقة النهائية للسيدة الوزيرة بالمسرح الوطني، وأنتم مدعوون لحضور هذه المراسيم وهذا الحفل، وستسلم وثيقة ورشة إصلاح المسرح. جميل. وستسلم مخرجاتها، ومن بين مخرجاتها الشيء الجميل في الورشات أنه هناك مرافقة من وزارة الثقافة، هناك خبراء ضمن هذه الورشات، وهناك إطارات لوزارة الثقافة. وزارة الثقافة قامت بالمرافقة أثناء عمليات الاشتغال داخل الورشة. جميل. فمن بين مخرجات مثلا ورشة سوق الفن، هو منتدى الاقتصاد الثقافي وأشياء كثيرة نتكلم عليها في مواضيع لاحقة، ومخرجات ورشة إصلاح المسرح هو مسرح المدينة، أي المسارح الجهوية التي تحولت إلى مسرح المدينة وعقد النجاعة إلى غير ذلك. أشكرك جزيلا والله الحديث معك ذو شجون، السيد حمزة جبلة إطار سامي بوزارة الثقافة والفنون، المنسق العام لمنتدى الاقتصاد الثقافي. وقد تحدثنا عن منتدى الاقتصاد الثقافي الذي سينظم في الجزائر أيام 3، 4، و5 أفريل القادم بحول الله. أشكرك جزيل الشكر. الشكر موصول، شكرا لقناة الشروق وشكرا لكل متتبعي القناة. مشاهدينا لازلنا متواصلون معكم عبر برنامجكم الشروق مورنينج، الساعة تشير إلى 9:00.